تداخل علي شيعي انا ما اعرف هو مين، دخل علي على الرقم الخاص ومسمي نفسه ابو القاسم الفاطمي، واتحداك 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 واتحداك، ورد علي رد علي رد علي، انا معروف، انا مش عارف ايه، انا. فالمهم ان انا في النهايه وجهته الى البث المباشر، وقلت له انا بطلع بث مباشر على اليوتيوب، ممكن حضرتك تتصل على تليفون المعمى مين، عايز ينظرني في حديث الثقلين او الثقلين، فهلا ومرحب بي. قلت له لو سمحت عندنا تليفون خاص بالشيعة خاص بالمعممين، تفضل اتصل عليه. تليفونه لله الحمد المنة هو شغال، وكل التليفونات شغالة، يختار التليفون اللي هو عايز يتصل بيه ويتصل بيه بإذن الله تعالى. طيب الراجل الطيب اللي هو قاعد يوجع دماغي ما اتصل لحد الآن، يعني الراجل الطيب اللي قاعد يوجع دماغي، خلونا نقول له انت فين، رد على الاتصال، بيقول لي رد على الاتصال وما جاش الاتصال. لو سمحت انا منتظرك الان، يعني انا منتظرك الان على تليفون المعممين اللي هو فوق على اليمين، رقم خاص بمعمم الشيعة فقط، اتصل عليه لو سمحت. اتفضل انا مستنيك. الو اتفضل. الو السلام عليكم. وعليك السلام. معك ابو القاسم. اتفضل يا ابو القاسم. اتفقنا عن الموضوع، عن حديث الثقلين ان شاء الله. حضرتك منين؟ من العراق. حضرتك قلت ان انا محاور مشهور ومعروف. معروف عند لدى الشيعة الحمد لله والشكر والسنة. طيب الحمد لله. والله يا عم اقطع ثواني بس، ثواني. طيب استسمحك بس خليك معايا على التليفون لحد ما نقطع البث ونبدأ بث جديد ان شاء الله، ماشي؟ يعني ما ان شاء الله براحتك معايا على التليفون. لا موجود موجود، بس خلي كمل البث مالته البث مباشر. ثواني بطلع بس البث وثواني خليك معايا. براحتك يا شيخ ولي، براحتك. تحياتي لكم عزيزي استاذ هو انت حضرتك اللي هتناظر ولا المجموعه اللي معاك؟ يعني انت اللي هتناظر ولا المجموعه اللي معاك؟ لا ابو القاسم ينالك، ابو القاسم فقط. يعني انت انا اسوي بث مباشر على العام. انت يعني انت دلوقتي انت اللي هتناظر ولا في واحد هيناظر؟ انا اناقشك بس اسوي بث مباشر. يعني انت بذاتك اللي هتناقش، اصل انا سامع بتاع حوالي ثلاثه معاك ومنهم جندب التونسي ومش عارف مين ومين ومين. لا هذول فقط المشاهدين يعني ويا قلبي ساعتين ما حد يحكي، بس انا اناقشك. انت اللي هتناقش طب ان شاء الله ما فيش مشكله. طب اتفضل ان شاء الله. فقط اتفضل معاك. فتحت البث المباشر بوقتك؟ بداته ان شاء الله. اتفضل هسه يعني اسالك ان شاء الله. ثواني بس عشان هيبقى 3 دقايق و3 دقايق، ثواني بس عشان اشغل الساعه عندي. ان شاء الله يا رب. كل عام وانت بخير. ماشي تفضل تفضل استاذ تفضل. اسالك هسه ان شاء الله؟ تفضل تفضل. يقول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في كتبكم الصحيحه: إني تركت فيكم أن تمسكتم لم تضلوا من بعدي كتاب الله وعترة أهل البيت لن يفترقا. جيد؟ استرسل. ماشي تفضل. إيه فسؤال، أي يعني أنت هسه موافق عن هذا الحديث إن شاء الله؟ اتفضل استرسل إن شاء الله. شوف أسئلتك وأسئلة اطرحها كلها وبعد كده إن شاء الله أنا أجاوبك. يعني هو هذا السؤال، يعني هل دقيقة أنك يعني أنت ما عندك إشكال عنه أن رسول الله ترك كتاب الله وعترته للبيت وقال لن يفترقا إلا يرد عليه الحوض؟ اتفضل أنا هجاوبك إن شاء الله في وقتي. اتفضل اطرح أسئلتك. لا إن شاء الله. سؤالي كله.
انت بس قل لي توافقنا عن هذا الحديث خاطر نكمل الاسئله يعني مفتي. حضرتك اتفضل اسال اسئلتك كلها وانا هجاوبك على كل سؤال انت بتطرحه. اتفضل اسال اسئلتك كلها وقتك 3 دقايق. اتفضل اسال اسئلتك كلها وانا هجاوبك ما تقلقش من الناحيه دي ان شاء الله مش هتقلق. جيد. في كتبكم الصحيح يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم قولوا من بعدي كتاب الله وعترة اهل البيت لن يفترقا حتى يدعى عليه الحق. اريد ان يعني سؤالي كله من هذا الموضوع حديث الثقلين، اين هي العترة التي ذكرها رسول الله عندكم فقط؟ تفضل لك الوقت، الوقت لو ما في لك ما عندي اشكال. طيب تفضل شيخ وليد. نعمل ايقاف ونبدا الوقت ان شاء الله من جديد إن شاء الله. بداية الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. طبعا احنا قعدنا البث تاني وفي الأخ أبو القاسم بيقول إن أنا محاور معروف، وطبعا ظاهر من الأصوات اللي معاه تقريبا معاه 3 أو 4 بيملوا الأسئلة وهو اللي بيسأل، مفيش مشكلة. هنا هو لو سمحت أنا يا ريت ما تتكلمش في وقتي. هنا هو سأل سؤال وقال ورد عندكم في الصحاح، وكأنه يقول لنا ورد هذا الحديث في صحيح مسلم وصحيح البخاري والكلام ده لم يحدث. هذا الكلام لم يحدث، فالذي ورد في صحيح مسلم ألا وهو حديث زيد بن أرقم، وزيد بن أرقم بيّن لنا من هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ألا هم آل علي وآل عقيل وآل عباس والكلام ده كله. فهو طرح سؤال تاني وقال من هم أهل البيت عندكم الذين نتمسك بهم؟ أولا لو طبقنا هذا الحديث على أرض الواقع بالمفهوم الشيعي لن يستوي، لأننا لن نجد أهل البيت حتى نتمسك بهم. ولزاما إذا فهموا هذا الحديث بوجود أو لابد من وجود أحد الأئمة الاثنى عشر، فلا وجود لأحد الأئمة الاثنى عشر منذ حوالي 1200 عام. لو قالوا أن هذا الحديث يتكلم عن 12 إمام. جاوبت الأخ والحمد لله رب العالمين. سؤالي أنا المطروح للأخ، سؤالي أنا المطروح حضرتك شيخ وليد. كمل. أنا ما كملت. لو عندك اي جواب ما يصير تسال. لو حضرتك لو عندك اي اعتراض خد وقتك واتكلم فيه. انا سؤالي لم تجيب على سؤالي اصلا، اين هي العتره الذي قال عنها رسول الله لن يفترقا؟ يا استاذنا انا اجبتك وقلت لك لو على فهم الشيعه فهم يقولون انهم 12، اما عن الحديث الصحيح ففي صحيح مسلم وهو عن زيد بن أرقب وتكلم عن العترة بصفة عامة وليس بصفة خاصة. ولو أنه بصفة خاصة كما يدعي الشيعة فلا يوجد الآن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحد حتى نتمسك به. تمام. لو بتتكلم عن شخص أجبتك، فلو سمحت ما تقطعني، هعيد وقتي تاني، ما تقطعني، ما تخلينا أكرر الكلام. مش فاهم أنت الكلام، خلي حد من اللي جنبك يفهم حضرتك الكلام اللي أنا قلته. تمام. ابو القاسم تمام. فالله المستعان، الله المستعان، ما تقاطعني لو سمحت. لو هنفضل المناظره كده هتفضل تقاطعني، لن نتم المناظره. انا سبتك لحد ما تتكلم خالص وانت اللي اعطيتني الوقت، فلو سمحت ما تقاطعني. ثانيا لو اخذنا الحديث على المفهوم العام للحديث وافترضنا صحه هذا الحديث الذي يقول به هذا الشاب اللطيف، وقلنا أن العلماء أجمعوا على صحة هذا الحديث، فمفهوم هذا الحديث على العام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عامة وليس خاصة، وأمر بالتمسك بتراث آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عامة وليس خاصة. وإلا لو فهمناه على أنه اختصاص للاثنى عشر فلا يوجد 12 الآن. ولو قلنا أن الاختصاص هو فقط في علم الاثنى عشر فليس المقصود به علم الاثنى عشر كما يقول الشيعة.
ولو قلنا أنه خاص بجميع أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم آل عباس وآل عقيل إلى آخره كما ورد في صحيح مسلم، فالأمر عادي أن نأخذ من تراث آل عقيل، نأخذ من آل عباس، نأخذ من آل علي، نأخذ من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ من كل إنسان يرتبط بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل هو الحديث هو من يحدد لنا فقط من نتخذ منهم؟ لا، ولكن هناك آية كريمة واضحة تقول أن نأخذ أيضا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عندما قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فلو سألنا ما معنى الاتباع، أي الأخذ بسنة هؤلاء السابقون الأولون، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن الأخذ ليس مقتصرا فقط على أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي بقى المطروح لحضرتك، هل هذا الحديث مو سؤالي أنا جاوبتك محتاج أطرح سؤالي، أنا محتاج أطرح سؤالي يا أستاذ، دي مناظرة، أنا محتاج أطرح سؤالي، أنا محتاج أطرح سؤالي، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا محتاج أطرح سؤالي يا أستاذ، أنا دي مناظرة، هعيد الوقت تاني، كل ما تقطعني أعيد الوقت تاني، إن عدت دقيقتين من الوقت أعيده تاني، انا محتاج اطرح سؤال، جاوبتك على السؤال، قول لي لا انت ما جاوبتنيش يا وليد ياسمين في المداخله بتاعتك، لا حول ولا قوه. اتورط الشيعي، اتورط الشيعي لما اتورط مع وليد اسماعيل، عايز يخلع باي طريقه. يا استاذ انا اجبتك في وقتك، لما تاخد حضرتك وقتك قول لا وليد ياسمعيل انت دلست في 1 2 3، انت يا وليد اسماعيل لم تجبني في 1 2 3. يا استاذ يا استاذ يا استاذ اطرح اسئلتي، أقول لو على فهم الشيعة هل هذا الحديث خاص بالشخص أو بالأشخاص؟ هذا الحديث خاص بالأشخاص أم خاص بعلم الأشخاص؟ يعني خاص بالإثنى عشرية اسم أم خاص بعلم الإثنى عشرية؟ يعني الإثنى عشر إمام. وهل فاطمة تدخل في معنى العترة في الحديث ومعنى أهل البيت في الحديث؟ اتفضل. نعم تدخل بالعترة، فقلني اثبت هذا. انا افضل وقتك هيبتدي من دلوقتي، تفضل. شيخ وليد انا سؤالي قلت لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفترق حتى يرد عليه الحوض، انا اريد تثبت لي وجود العتره من كتبكم الصحيحه، انا هذا سؤالي فقط، اثبت لي وجود العتره من قال عنها رسول الله، ام تكذب كتبك ام تكذب رسول الله؟ وهذا وقت يما كنت بعد من عرف بعد، تفضل لك الوقت انا ما عندي اشكال. خلصت سؤال واحد، خلصت كلامك تسمعني برضو للاخر لان اعيد عليك، خلصت سؤالك اسمعني. اثبت لي وجود، اولا 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 اعيد لك تاني، ففي الاعاده افاده، ففي الاعاده افاده، قلت لك الحديث المعتبر عندنا، الحديث المعتبر عندنا الا هو في صحيح مسلم، وتكلم عن العطره بصفه عامه، مش هيسمع الشيعي. لو سمحت ما تديني الوقت وتاخده مني، ما تديني الوقت وتاخده مني، ما تديني الوقت وتاخده مني. تفضل بشعة، تفضل اثبت لي وجود العترة فقط، انا ما عنديش كلام. انت مش فاهم كلامي، روح لحد كبير يفهمك، انت مش فاهم كلامي، روح لحد كبير يفهمك. انت لم تثبت وجود العترة لحد الان، انت حضرتك مش فاهم كلامي، افهم كلامي، ركز فيه، ركز في كلامي، ما تركزش انت عايز تقول ايه، ركز في كلامي، ما تركزش في انت عايز تقول ايه، تمام؟ يا اما تجيب حضرتك حد من اللي انت بيسمعوا لك او بيقولوا لك هات ويناظرني بدلا منك. وضحت؟ لا انا عندنا دلوقتي اشرح لك فهم، اشرح لك شرح دقيق، اشرح لك شرح دقيق، تمام؟ الان عندنا الحديث الصحيح، مش هيسمع الشيعي، مش هيسمع. يا استاذ انت سالتني سؤال، خليني اشرح لك، واعطيتني الوقت خليني اشرح لك، خليني اقول لك، خليني اتكلم. انا ما عندي خطه. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تفضل اثبت لي وجود العتره يا استاذ. طيب هثبت لك اللي انت عايزه، هثبت لك اللي انت عايزه، هثبت لك اللي انت عايزه، بس اديني وقتي. لا اله الا الله. يعني بص اقول لك حاجه، قول لي انت عايز تقول ايه وانا اقوله لك وخلاص، طالما انت جاي
عايزني اقول حاجات معينه في دماغك انت، قول لي انت عايز تقول ايه وانا اقوله لك، مفيش مشكله. يعني مليني كانك بتمليني، قول يا وليد يا اسماعيل كده وانا اقول وراك وخلاص. استاذ وليد انا قلت تثبت لي وجود العتره يا باشا. اسمع بس، اسمع انت اصلا لن تستطيع ان تثبت وجود العتره، على فهمك لن تستطيع. والله العظيم ما اطلع بس تاني لو استطعت اثبات اصلا وجود العتره الان. لو اثبتت لي انت وجود العتره الان على فهمك الان، اقسم بالله ما اطلع بس تاني. لو سمحت خليني اشرح لك، 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 لو سمحت خليني اشرح لك. هتقاطعني تاني هقول لك امشي يلا. خلاص هتقاطعني تاني هقول لك امشي يلا. هتقاطعني تاني هقول لك امشي يلا. تثبت لي وجود العتره تفضل. يا عم هثبت لك وجود العتره، ما في مشكله، هثبت لك. لا اله الا الله، تفضل. انا واحد من العتره، انا واحد من العتره المفروض تتمسك بيه. انا نسلي ينتسب الى نسل الحسين رضي الله عنه وارضاه، والحديث لم يحدد. اثبت لك انا اهو، انا من العتره، من اسلم الذي ترك رسول الله، انا من العتره اهو. تفضل تمسك بيا، تفضل تمسك بيا، يلا تفضل. ما تسمع يا ابن، اسمع عشان اشرح لك. اسمع يا ابن، اسمع، اسمع عشان اشرح لك. لا اله الا الله، تفضل. ماشي هتفضل. اولا الحديث المعتبر عندنا الا وهو حديث صحيح مسلم، حديث زيد بن ارقم، وتكلم عن العتره واهل البيت فافاض وقال ان ال عقيل وال عباس وقال علي بن أبي طالب هؤلاء من العترة، والعترة ممتدة إلى يوم القيامة من نسل العترة، تمام؟ آدي حديث صحيح مسلم. أما الأحاديث الأخرى فهناك اختلاف بين العلماء في الصحة والضعف، ولكن إذا طبقنا هذا الحديث على المفهوم الشيعي، على المفهوم الشيعي، فلن نجد عترة نتمسك بها، لأن العترة عندكم مختفية منذ 1280 عام، ألا وهي متمثلة في المهدي. ولكن إذا طبقنا الحديث بالعموم فالعترة ممتدة وتشمل أكثر من الاثنى عشر. لذلك أنا سألتك سؤال. امشي يلا، امشي يلا، امشي يلا. غلطان إن أنا بكلم عيال والله، ومع إنه أربعة، مع أربعة، مع أربعة، مع أربعة. قالوا تفضل. الو استاذ وليد، اتفضل. ابو القاسم، وياك ابو القاسم. يا عم يا بعيد، هش بعيد، هات حد كبير يا ابن النظره، روح هات حد كبير النظره يا ابني. انت مش فاهم انا بقول ايه اصلا. الو اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وياك ابو القاسم. اتفضل يا استاذ ابو القاسم. انت جاي لوحدك ولا جاي مع حاجات حد؟ لا معك انا. معك مين بس؟ معك مين؟ واحدة انا ابو القاسم. ايوه ما انت اللي جيت عشان تناظر في اول الحلقة. ايوه اتفضل. لم تثبت لي وجود العترة. لم اثبت ايه؟ وجود العترة. وجود العترة؟ مش موجودة العترة. يلا ايه؟ اثبت لي انت بقى وجودها. رسول الله يقول لن يفترق. على فهم حضرتك انت، على فهم حضرتك الروايه مش موجوده عتره، اتفضل اثبتها انت، اتفضل. زين اعطيك الحاكم يا استاذ، اتفضل حضرتك اثبتها لي انت بمفهومك الشيعي، اتفضل اثبتها انهم موجودين، اتفضل. زين انت جايب هل رسول الله يكمل ام كتب؟ يا استاذ مالكش دعوه، احنا بنفهم ايه؟ احنا بنفهم ايه؟ دي مالكش دعوه. انا عايزك انت بفهمك الشيعي. مالك شغل يا استاذ بفهمك الشيعي للروايه، اتفضل اثبت لي وجود العتره الان. الروايه السنيه مش شيعيه. خلاص يبقى، خلاص يبقى تسيب لنا تفسيرها. تبقى احمق يعني، انت تبقى احمق لما نفسرها لك احنا على اهل السنه يا جماعه وتحصل تفسيرك فيها، تبقى احمق. اسمع شيخ وليد، سبحان الله يكتبكم يقول لن يفترقا. معلش نمسك اخر كلمتين انت حضرتك قلتهم. الروايه سنيه صح؟ ايه. تفهمها بفهمي انا ولا فهمك انت؟ يعني تفهمها بفهم اهل السنه يا جماعه ولا فهمك انت؟ الشيخ وليد تفهمني تفهمني يا استاذنا. لو سمحت، لو سمحت، هنفهمها بفهمنا احنا السنه ولا نفهمها بفهمك انت؟ انا بس عايز احدد الاول، هل نفهمها فهمنا احنا ولا فهمك انت؟
هو ليس فهم عزيزي، هو لا إثبات إله وجود إلا الأدنى. الله يا ابني، أنت متأكد إن أنت محاور؟ أنت متأكد إن أنت محاور؟ أنت متأكد من ده؟ إيه محاور؟ إيه محاور فين أنت؟ يا سيدي يا أستاذنا أبوس دماغك. أنا دلوقتي هنفهمها فين أهل السنة والجماعة، يعني هي الرواية السنية، نفهمها فين أهل السنة والجماعة ولا نفهمها بالفهم الشيعي؟ حدد، نفهمها بفهم أهل السنة والجماعة ولا نفهمها بالفهم الشيعي؟ شيخ ولدي تفضل افهم دكتور كلمتي. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله. يا راجل انت خليتني مسلم. مسلم ان شاء الله ان شاء الله. انا ما ده انت خليتنا طالعين يا عم في ايه يا حج؟ الان هي روايه سنيه، نفهمها بالفهم السني ولا بالفهم الشيعي؟ حدد مطلبك لو سمحت. تفضل تفهمها. افهمها لك بال... طيب جميل، او افهمها لك بالفهم السني، افهمها لك بالفهم السني. الا وهي الاصح منها والاقوى منها ما ورد في صحيح مسلم عندما سئل زيد بن ارقم عن معنى اهل البيت في الروايه، فقال هم ال علي وال عقيل وال العباس. اذن كلمه اهل البيت في الروايه اعم واشمل من الاثنى عشر اللي حضرتكم حددتوهم. ده الفهم السني للرواية، تمام؟ وقلت لك كمان أن الرواية ليست خاصة فقط في أهل البيت، بل أن عندنا قرآن كريم يطالبنا بالأخذ من الصحابة، يعني بجانب الرواية نأخذ من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، إيه كمان؟ ونأخذ من العلماء. يبقى ده فهم أهل السنة والجماعة. حضرتك بقى تفضل فهمها لي بالفهم الشيعي. أنا ما أفتكر، أنا لو أفتكر ما أفتكر، أنا أفتكر ما كنت أعرف.